Hit Radio. مرحبا خويا، اه خويا صباح اخبارك. مرحبا خويا، مرحبا. لخاص لا باش او مشات الصفقه هذو، انا مشات الصفقه هذو، مشات الصفقه هذو. هذو السيد راه كيشعل مره هذا السيد راه مصابر كيمريكان دبي فرنسا اسبانيا مدريد كلشي. دابا خص التصفيقات ديال بصح نعاودو عاوتاني. راه هضرت معاكم قبيله بصح قلت لهم بحال داكشي ديال فاش كيكون جاي في الدار الضياف كيقول لها شي كتقول عندك انت ما تاكلش حلوه خليها انت سكتي ما تبقيش هذاك كي الهضره معاك جاوبيه وسكتي صافي. رضوان هذا الصباح مرحبا. مرحبا خويا، الله يبارك فيك. شكرا. شخبارك توحشتك؟ انا توحشت لك بزاف. العظيم اخويا دائما كنكتبوا واتساب كنتهضروا. دابا راه هادشي اللي وقع ليا هو انه مقوس ما كنتهضروا، مقوس كنصيفطوا، مقوس كنصيفط لك لي زوديو اللي كنتهضروا. دابا بحال تقريبا بحال كنشوفك، فهمتي؟ كنهضروا بزاف، كنسكنوا بزاف. واتساب قرب عباد الله مع بعض بزاف. السوشيال ميديا بصفه عامه يا واحد الحاجه ديما كندير عليه. شناهي؟ الريدوان. كل مساج كيبدا الريدوان. عرفتي علاش ما عرفتيش علاش؟ الحب ديالك. الحب هذا موجود وباغي نغني وباغي تيبين لك. شوف واحد هذه مهمه، هذه لازم الشعب يسمعها. مرحبا. شناهي؟ كمان الشونتيو زعما، فهمتي؟ لا 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 عاوتاني واحد اخر. غادي اليوم الصباح ريد وان وكل خطره بقام مختلفه تيبين لك البروديورات. واش تقعد تحسن بعدا في الله عليك؟ كل نهار احسن من نهار، زعما عندك واحد المستقبل كبير. لا حتى راه ما نحتاجش هذه القضيه، لا حتى باين. لا بيان سور. الله يحفظك اخويا. شكرا الحبيب. لا ما خاصش. شوف ماشي مجاملة. لا ماشي مجاملة، لا حيت خويا ما تضحكش معايا في هذه القضية. عرفتي علاش؟ حيت انا راه معول. وي 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 كاين واحد. لا حنا صافي مع دابا لوتو تيون وداك الشيء راه ساهل. اي واحد يدخل بالضبط. والله العظيم تقدر تدخل. مرحبا خويا. مرحبا. الله يبارك فيك. شنو نقول لك اخويا على هذا، على هذا البوم ديال بوم بوم. انا شوف كنقولها في غيبتك، قلتها لك واحد النهار، نهار شفتك درتي الشعر قلت صافي مشاو فيها. نهار شفت الكويبا قلت سيبو كلشي على الكويبا. انا كنفكر نقرع عاود من جديد. اوه نحسن الشعر عاود. راه صراحه انا متفق معايا. انا لا انا كنفتلك قبل. واش مبدل وهداك الشيء؟ انا فتلك قبل. انا قبل ولا من بعد؟ وي قبل. بالشعر ولا بالشعر؟ وي قبل. بلا شعر. شعر ولا بالشعر؟ لا مزيان هكا انا عليك. لمياء؟ لا حتى هكا جاني زوين. صافي. وانت حسيتي براسك حسن هكذا ولا قبل؟ صراحه هكذا احسن. هكذا احسن. ولكن لان شحال هذه كان عندي الشعر طويل وكان ايام ديال الروك وداك الشيء. كان عندي الشعر طويل وكل شيء، ولكن من بعد توحشتي. دابا توحش شويه الشعر. توحشتي ديك كنت كدير هكذا كنت تحرك شعرك. كنحرك شعرك ملي كان عندي الشعر طويل. وي 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 تخرج من الماء. واو هذه اللقطه اللي عمري ما عشت حياتي انا كنحلم بها. الريح تالريح والو غير فيكس ما كيتزعزعش اخويا. رضوان بوم بوم سام بوم. الحمد لله. سام بوم 96 مليون و600 الف هذا الصباح تقريبا والزياده مازال. راه غادي 100 مليون ما بقاو ليه والو ان شاء الله. 100 مليون ان شاء الله. هو خاصكم تعرفوا انه في العالم العربي هو هي الاغنيه اللي وصلت لهذا العدد ديال المشاهدات في يوتيوب اكبر سرعه في شهرين. ياك شهرين 96 مليون اخويا. برافو. الحمد لله. شكرا. بوم 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 بوم. شنو معناتها بوم في الاغنيه؟ بوم هو واحد بحال اكسبلوزيون ديال الفرحه. يا هذيك الاحساس ديال بوم 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 بوم. حيت بوم معناتها ان بوم معنى ديالها هو شي حاجه ناجحه، شي نجاح. دار بوم. بوم كتعني بزاف الحاجات. في الاغنيه معناتها الفرحه. الفرحه اكسبريشن ديال الريذم، الفرحه، الجو مزيان، كل شيء. مي الكليب واعر خويا. الكليب واعر، موسيقى واعره. شكرا. المغنيين واعرين، الكاستينغ واعر. اماندا سيرني. وي مانيفيك. اماندا راه واحد الانسان اللي هي معروفه في السوشيال ميديا بزاف، انفلونسر. هي زيد
ما عيطيش ما عيطيش عليا اخويا انا حشومه عليك حيت انا نقول لك ما كنتش كنعرف انا قبل الكليب ما كنتش كنعرف اماندا سيرني ما كنتش كنعرف انا اماندا سيرني ما كناش كنعرفوها عبله صوفي اللي كانت معنا ما كناش كنعرفوها حتى درتي كليب عاد عرفتها عاد تعرفت عليها عاد قلبت عليها ايوا ان شاء الله مره ما جيت تلاقاها بيدي دابا شفت كان فولو دابا اماندا سيرني اخويا عاد تيبقى في الحال ديك نصيفط لي ميساج لخويا اسمح لي خويا احنا ماشي زعما انا ما نبغي ندير مع شي سكيت شي غزاله اخويا باقي الوقت باقي الوقت ان شاء الله اخويا هذه كانت تجربه فهمتي من ناحيه ديال ان جبت لي زانفلونسر وديك شي كله كانت تجربه اللي نجحت الحمد لله وهذا ولكن باقي نعملوا اكثر من هكذا البروجي امتى تزاد هاد بوم بوم هادي امتى تزاد امتى بدات حيت خدمتي عليها بزاف الوقت مده طويله عام قبل الفكره كانت قديمه شويه ولكن هذه عام باش بديت ليدي باش نعمل اغنيه فهمتي مع هاد ما في الاول كانت غير انا وفرانش مونتانا وي انت وياه في الاول من بعد جات عندي الاستوديو شو سميتها داينا جين ايوا دخلت الاستوديو سمعت الموسيقى وعجبتها هذه قالت لي واش يمكن نغني ثاني عليها قلت له اوكي هي وفرانش مونتانا حيت هي فيفث هارموني هو الجروب الكبير اللي كاين في اجد هذا السؤال الصعيب اللي عندك في الحياه هو واش نقدر نغني في هذا دير لي بلاصه اش كتقول لهم فاش ما يقولوا اوف كورس نجربوا دائما الواحد انسان خصو يجرب كتقول لا مع مرات اذا ما جاتش مزيانه نقول له بصح تقول له ديريكت ما جاتش هي هذيك ما هما كيعرفوها حتى هما كيحسوا بها كتحس كرا بهذيك مره اخرى دابا باقي شي اغنيه اللي خصك تصلح لك هذاك مزيان دونك دينا جين دخلت في البروجي من بعد دخل فاري واب فاتي واب هو واحد الرابر كبير في ايطاليا واعر مهم سجلنا اغنيه كانت واحد البرودكسيون واحده اخرى ماشي بهذه الطريقه هذه ايوا وصوبتها الاغنيه مشات مزيان وهذه كل شيء وعملنا الكليب دينا الكليب باش الكليب في المغرب وكله وليده ديال الكليب في المغرب كانت هذه الحلم دائما كان عندي واو صح نوري المغرب ديالنا للعالم كله هذه هي الفرصه جات واو صح هادشي شحال وريتي المغرب زوين وشحال واعتي شحال الناس غادي يجيو هذه واقعه شحال الناس غادي يجيو الحمد لله الحمد لله هذا هو الهدف هذا هو الهدف عرفتي مي اللي شاف الكليب انا كاع الناس اللي على برا اللي شافوا الكليب كلهم كيتشهاو يجيو المغرب بيان سور غير كيشوف اغنيه كل خاص يمشي للمغرب الحمد لله هذه هي الفكره اللي كانت عندي في الاول والحمد لله هي ناجحه وهي باقيه تنجح ان شاء الله اكثر واعر اخويا واش وصلوك لي غوتو نتاع القضيه ديال المغرب الكليب اللي تصور في المغرب الكليب اللي واعر الكليب اللي مصور مزيان المناظر مصوره مزيانه كتشهي دابا كيشهي دابا ماشي انت ماشي غير صورتي مناظر تعرفوا انا رضوان تورى راه دار الاخراج الكليب داكور با وي باش كتعاونت قلت لكم انا في جدار الشعر سيمون فهمتيني كلشي بالشعر مورا الشعر صافي كلشي ساهل ديك رضوان هناك حياه قبل الشعر وبعد الشعر بالضبط بالضبط راه درتي الاخراج دابا انتم ما بينتوش غير المغرب زوين شهيتوا الناس يجيو يعني درتوا واش درتوا اكسبري هذه القضيه ديال تشهيو الناس يكونوا في هذيك البلاصه اللي كنتوا فيها انتم وهذيك هي ليدي هذيك هي ليدي لان حنا مغاربه عارفين المغرب ديالنا شحال زوين هذه ولكن في غالب الاحيان ما عمره كيبان بنفس القوه فهمتيني ملي كنشوفوا بعض المرات بعد في الافلام ولا هذه كيبان داك الشيء بشي شكل بحال المغرب بحال قديم بحال هذا بغينا نوري واحد المغرب اللي حنا كنعرفوه والعالم ما كيعرفوش وكانت هذه الفرصه اللي استقاز اخويا استقاز واعر اخويا استقاز وباش نكمل لك على القضيه ديال هذا فاري واب فاري واب ملي كملت مع فاري واب عملنا الكليب صورتي؟ يا صورنا الكليب فرانش مونتانا داينا جين فاري واب كل شيء جاو المغرب وهذه وهذه دا ديانكي ما كاينش في لافير ما كاينش في لافير ملي كملنا لا شونسون قبل ما تخرج قبل من الصيف كان زعما كان بريفي باش تخرج في الصيف الليبل ديال او لا ميزون دو ديسك ديال هذا ديال فاري واب كان غيخرج هو السينجل ديالو قال لك ما تقدرش تخرجه وعيت كان هذه كان حكايه في حلم محامين وهذه 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 ما كانش بامكان فهذا قلت خصني نجبر شي الترناتيف واحده اخرى وشويه انا قلت بديت كنعمل لا برودكسيون اكثر ديال البوم بوم وبديت كتمشي شويه لاتين مور جلوبال عالميه بطريقه حتى بقاك الوقت باش تعاودها شويه تبقى تعاود تبقى تزيد لا برودكسيون نحسنها مزيان مودرني ها وديك الشيء وقلت اذا غادي نعمل مع ملي بدا كترجع شويه الريغيتون وهذه قلت شكون هو ذا بوس ذا بيجست شكون هو اكبر دي واي دي واي بيرفكت جات مع ديسباسيتو واعر صاحبي ديسباسيتو كان عامل بها الخبله في العالم مروينه صاحبي وقلت اذا نتصل به مروينه صاحبي هو ديريكت هو صاحبك انت لا صراحه ما عمري تلاقيته ولكن ملي قلت خصني لازم نجبرو
جبرت الطرق نتصل به وهضرنا في التليفون وقال لي راه انا الفان ديالك. واو. وانا انا الفان ديالو حتى انا ديما كيحمقني هو هذا داري يانكي وجبر هذاك الشيء متبادل 100% وقال لي صافي انا مصحادي وانا خصني نخدم معاك وهادي وهادي. قلت له صافي يلا نتلاقاو هادي. شفت له الاغنيه عجبته بزاف وقال لي نتلاقاو ان شاء الله في الى قدرتي نتلاقاو في نيويورك حتى اجي نيويورك وان بورتوريكو يجي نيويورك مشينا تما مانيفيك. والاغنيه كانت سميتها في الاول يو هير تو نايت يو هير تو نايت فهمتي ومن بعد تبدلت الى البومبوم في الاستوديو اللي بقينا كان كرياتيفيتي وهادي وهادي خرجنا تصور كليب بالزربات عاوتاني رجعتي عاوتاني صورتي اللقطات ديال ايوا ملي وريته له قال لي انا سمعت عندكم واحد بلو سيتي شفشاون شفشاون قلت له اوه بحال يضربني بالشفنجه قلتلي قلت له هذا صافي قلت له مشيو للمغرب ان شاء الله قلت له عندنا هذه بزاف المواضيع عندنا الصحراء الصحراء المغربيه وهذاك الشيء واحد المنظر بديت كنوري له في الانترنت قال لي صافي صافي ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو وماني في مشينا الحمد لله القصه شحال زوينه صاحبي قصه البومبوم قصه البومبوم حيت حيت رضوان من نهار خرج بومبوم هو كلشي بومبوم فطور بومبوم بيتزا بومبوم كيمشي قهوه خويا اش بقوا قهوه بومبوم ايوا واش باينه بيتزا الوغ كويسون ديال الستيك كويسون كويسون بومبوم كوكتيل اش كوكتيل كوكتيل بومبوم كلشي بومبوم اخا سي تري بيان سي تري تري بون اخويا الله يبارك فيك شكرا انت الوغ هضرتي على ديسباسيتو رضوان اي انت لويس فونسي 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 صاحبك فونسي الو فونسي صاحبي قديم قصه خطيره وفونسي تعرفت عليه انت فاش بديتو فاش هو كان باش السويد كان باقي صغير تلاقيتو في السويد وخدمنا مع بعضنا عملنا دي شونسون مع بعضنا واللي حلوه في هذه القضيه هذه هو السنين سنين طويله هو كيكافح باش يوصل وصراحه ما وصلش تلاقيتو قبل ما تخرج ديسباسيتو بواحد حيدو حيدو قبل ما تخرج ديسباسيتو بواحد 3 شهور 4 شهور تلاقيتو واحد ميوزيك ستور فين كيبيعوا لي جيتار قلت عليا بقى كيشوف قال لي رضوان اهلا وسلمنا وهذاك الشيء كله ما تلاقيتوش من لا السويد فاش جبت شي امريكان هو مشى شي 15 عام ولا اكثر ما تلاقينا ما شفنا بعضنا حتى بديك قبل من ديسباسيتو وتلاقيتو كيف انت مده طويله قال لي انا باقي كنكافح وهذه وهذه هذا المهم في لاتين امريكا كان بحال معروف زعما ولكن ماشي بهذا الشيء هذا وسبحان الله ديسباسيتو بدلت له حياته اكبر اغنيه جات له حتى كبر حتى سنين شي 20 عام من بعد اللي كان هو كي هذا باش عرف الانسان خصو ما يقطعش الامل ما يحبش ما عمره يقطع الامل واخا كيجي سكسي من بعد واو اي غتخدم معاه ان شاء الله هضرنا مع بعضنا قلنا خصنا نخدموا هذه فهمتي قريبا ان شاء الله ان شاء الله انت اخويا تبارك الله اخويا الله يكبرك بالخير انت كلشي باغي يخدم معاك شكرا شكرا هذا حتى انا باغي نخدم فضلي ربي انت لا 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 انت انا خصني نخدم معاك لا لا اخويا العكس بون غادي شوف نفكوا هاد لافير دابا يلا دابا نفكوا لافير انا ما نكذبش عليك صراحه انا باغي نغني شي اغنيه شي دويسك والناس كاملين بغاوك تغني قسما بالله صراحه والله لا نعملوها زعما هذه حاجه ماشي وقال لي واحد الكاستينغ دابا قول لي اللي بغيتي بالرضوان نغني عليك كيف ما بغيتي عطينا قول لي ولكن ما تقولش ما عليش ما تقولش عليه ما عليش لي تيرم تكنيك ما كنعرفهمش غير قول لي انت الفوق لتحت الوسط يلا غليظه رقيقه مزروبه ماشي اغنيه من الاغاني ديالي ولا اي لا غير كلمه رضوان الجينغ رضوان رضوان اللي كنصيفط لك دائما هي هذيك يلا كنغني عليك كي بغيتي نغني عليك كيما كتغني لك الصباح يلا Red one, red one. خصك تجي كيفاش القوة القوة في الصوت. Red one. ويا المهم هي زوينة نوعا ما. ولكن خص شوية ديال القوة شوية ديال الثقة في النفس. دفع دفع مزيان. Red one. تقريبا. برافو عليك برافو عليك ما شاء الله لا صافي والله لا عمري لا غنيت الدراري قلت لكم انا غتخرج زوين ان شاء الله من نسجلوا مع بعض لا واخا ان شاء الله ان شاء الله اجي عندي التيتوان ستوديو ديالي اجي اخويا ندوز اخويا برافو على الكليب برافو على البروجي باسكو سي ان بروجي سي ماشي كليب ماشي اغنيه سي ان غون بروجي واعر بزاف فرحنا اخويا فرحنا بزاف كنا احنا باقيين كما الاول افتخرنا بك اخويا احنا باقيين مفتخرين بك الله يبارك فيكم وراك راك غادي مزيان واللي عجبنا هو انه انت ولد الوقت يعني غادي كتزيد فهمتي هي صعيب ماشي سهله ماشي سهله ماشي سهله فاش كتخدم مع كل شيء مع الاغلبيه في الميريكان خدام لي تيتخ لي زارتيست كل شيء واحد الوقيته كتقول بون اش غندير دابا مقعدك انت اش غادي ندير كي غنكمل فين غنمشي واتس نيكست شنو اللي ماجي والحمد لله انا من ناحيه الثقافه الموسيقيه ديالي ما عنديش هذا المشكل هذا انا سمعت الموسيقى كلهم عملت الموسيقى كلهم عملت الروك عملت هذه
انا ماشي مع الوقت كيما بغات تمشي وبالعكس انا ما كرهتش ديما الفكره ديالي هو انا نبدل الوقت ماشي نتبع الوقت فهمتي يغنيتي غنيت اخي هكذا بدي صراحه بديت الاول بالغناء انت بديتي بالغناء انت اه تا باش ملي طلعت للسويد الناس ما عارفينهاش القضيه لا حتى واحد ما عرف الاغاني ديالي كتسمعوا كلهم هذا كان تقريبا غنيتهم كلهم قبل من لي زارتيست ما غناهم هادشي ديما كنخمم فيك كنخمم في ديك لافير ديال فاش مشيتي للسويد ومشيتي دقيتي على داك في دارو باش يوروب يوروب سوري تمبست فاينل كاونت داون مشى عنده قال لي السلام عليكم صباح الخير السلام عليكم انا جاي من المغرب سميتي نادير راك غنغني فان ديالك بغيت نغني لك شو واو وي 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 كنت صغير هادي ما يدا ما يدا غير كريم ولا زعيم المرض الوالدين هي هادشي اللي كاين في الحياه كيفاه الواحد خصو يحاول يوصل الهدف ديالو باي وجه كان هذا الشيء اللي كان اخويا مزيان الله يكمل بالخير اخويا والله يا واعره ميرسي واعره يو هي تونايت اون ذا سبوت لايت يو بي اول رايت الو الو الروميكس تيستو واو 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 انت كتعرفو انت اه صاحبي جا عندي استوديو سمعت الاغنيه قال عطيني الريميكس دابا اه قال لي كان دوت وعملها صراحه في نهارها هو عنده ريميكس مزربه هو ديك الساعه ديك غير سمع الاغنيه قال لي هذه الاغنيه انا كنلعبها حيت كانت الاوريجينال هي ديك موجو اي موجو الفكره اه الفكره وقال لي موجو كنعملها كل جمعه كل سبت كل ويكند واو قال لي جا هذا الوقت باش نبدل ديك الاغنيه موجو بهذه مانيفيك زعما قال لي انا ما الريميكس ديالها اه يا مانيفيك ونقدر ندخلو في شي اغنيه ديالي ونعمل اغنيه جديده من حولها فهمتي على على هذيك على ديك لابارتي على ديك لابارتي هذيك فهمتي مي موجو واش هضرتي معاهم واش قلتي عليهم وي بيان سور دائما انا كنطلب الحقوق وديك الشيء باش ما يكونش شي مشاكل ماشي غير خرج هكذا عشوائيا فهمتي وكنتفاهموا في بورسونتاج وهذه بحال اون ذا فلور مع لامبادا لامبادا حتى هي لما دا نفس الوقت نفس الشيء سمعت لهم قبل ما نخرجها ما قلت لهمش جينيفر لوبيز هذه قلت لهم هادي غنخرج واحد الاغنيه باش علاش اذا قبلوا عليها عاد كنكملها ونعطيها لي زارتيست كبار وديك الشيء فهمتي هذا المشكل هانيه تاع شي واحد بالعكس بالضبط فرحات لان كيكون ديك الكاتالوج ديالهم كيكون بحال مات شويه فهمتيني نسى كوبي رايت كتكون ماتات وملي كتحيها لهم عاد كيبداو يدخلوا فلوس من جديد حيت حقوق الموسيقى ما كيموتوش ماشي كاين الا فاتوا 70 عام ولا فاتوا لا لا هما كيبقاو كتبقى تدخل حياتك كلها زعما ماما ولكن غير اللي كان هو كتكون في الاول كتدخل بزاف ومن بعد ما كيبقاش كدوز الوقت كتبقى تاخذ ماشي بنفس القيمه ماشي بنفس الكميه فهمتيني هادشي اللي كاين دونك الاصليه لا بارتي اللي خديتي نتايا هي كلاسيك اللي هما خرجوا غير هادي ولا خرجوا حوايج اخرين خرجوا ولكن هذا هو اللي انا هادي باش تعرفوا صعيبه هاد القضيه لي جروب موسيقى ولا برودكتور اغنيه واحده اغنيه واحده وكت هذيك صعيبه بعض المرات بيكون الهيت كبير اكثر من اللازم ولا ما كانش في يدك الشغل كت وعاد هما كاين بزاف الظروف العوامل اللي كيقدروا يبدلوا السيتياسيون بعد لي زارتيست كيحماقوا شويه هذا دروغ هذه الشهره كيبقاش الفوكس اللي كان الاول هو الموسيقى والشغل كيرجعوا في حاجه واحده انت حياتك كاري حياتك مقاده الحمد لله انت مزوج عندك وليدات ديالك ما سعيد لك كلشي ولا قبل خدمتك صافي هادشي اللي كاين الحمد لله ما كنشوفوك في الصواريات ما كنشوفوك في والو في سناب شات مع 4 الصباح الحمد لله ما كنشرب ما كنكمي والحمد لله هذه هي الحياه ديالي سي توب اخويا معاونك هاد القضيه في حياتك باش تكون 100% ديسيبلين هي سا ديسيبلين 100% وعاد حتى ملي كتكون ظروف صعيبه تقدر تواجهها بقوه ماشي فهمتي كتواجه السبور بزاف كنحاول نعمل سبور ماشي بزاف ولكن كنحاول الماكسيموم
نقدر عليها يعني مرة واحدة في شرايط مرة في مرة في 10 سنين هذي كنا كنقولوا كنحاول هو كنحاول كن لا صراحة أنا يوميا أنا على الأقل واحد أربع أيام خمس أيام ملي كنكون في ألي ملي كنجي المغرب الموكل وها الرياضة وهذي وكنبقاو جالسين لا يقاوم الغدا موراها ديريكت آت سايب لي غاطو والمهوة ديال العائلة كتزيد كيلو زعما هادي جاري ديك الشيء غادي وداك الشيء عيطوا لرضوان 035 300 يتكلم معكم الصباح الكليب ديال البوم بوم صورتيه في شفشاون في تطوان في طنجة في الناظور في الرباط مراكش ورزازات برزوقة وكاب نيغرو كاب نيغرو الماكسيموم ماكسيموم واش فاش كنتي كتصور شي بلايص مشيتي لهم ما كنتيش عارفهم انا ما عمري مشيت للمرزوقة انا المهم انا قبل مشيت شفت المواضع اللي قدر شفنا اكثر من داكشي فهمتي ولكن الوقت ما كانش يسامح لي خصك لازم تعمل ديسيزيون وتاخذ بعض المواضع اللي هما غيكونوا مهمين تسليت المغرب مزيان الحمد لله وباقي خصني نعاود انا غاتكون كنا كنهضروا في هاد اليومين هادين وصحابي قلنا خصني نمشيو نتساراو المغرب كله مع بعضنا ندورو المغرب نشوفو كل منطقه نجلسو فيها فهمتيني ان شاء الله هذا واحد الحلم تعرف التقاليد ديالهم تعرف داكشي انكرويبل عندنا بزاف 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 المهم انا حاولت نبين الماكسيموم في واحد الكليب فهمتي واعر اخويا الحمد لله لي زارتيست لي صورونا مثلا دادي يانكي شنو قالك على المغرب؟ حمق 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 على المغرب والله العظيم كشي ما تصورش قال لي ما عمري سحب لي هادشي اللي قال لي كنت تفرجوا الاخبار وهادي كيكون عندنا واحد فكره ولا فهمتي غير بحال تعرف شنو واقع في الدنيا وهادي وهادي قال لي مجيت المغرب بدا كيضرب المرات كان معايا في الدار ديالي في تطوان ضرب قال لا غنجي وندوزوا العطله في المغرب وخصني نعمل الالبوم ديالي في المغرب وخصني نجي للمغرب ونجيبوا لا فامي ولادنا وهادي مش اي حمق الناس هادو اللي كاين في هادو كليشيات حيت هما في برا والخارج كيجبدونا على المشاكل غير المشاكل غير على المشاكل لا هذه على غير الارهاب هذه غير شي غير شي كيجبد هادشي حنا مغاربه كمغاربه خصنا نحسوا براسنا كنا كسفراء المغرب في اي انحاء في العالم خصنا نبينوا ان المغرب مزيان وان حنا شعب مزيان ماشي عندنا غير نيجاتيف فهمتيني شنو اغرب حاجه قال لك شي واحد انت على المغرب شي ارتيست امريكان ولا في اوروبا قال لك كانت عندك شي فكره خاطئه بزاف اللي جاتك انت غريبه لان باقي كنبيعوا نساء كامل مع مع والله العادي ما هذه كنقول اوكي 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 كنوري نقول حسب الله هنا فهمتي كتبقى انت كتحاول تصور لي والله والله العظيم دابا وساعه كتسمع بزاف هما شويه كان المهم كاين واحد النوع الكالخ ما عارفين شي هما منغلقين على ما عارفين شنو واقع في الدنيا فهمتي وكاين واحد النوع الكالخ ما كاينش حب استطلاع ما كاينش كيقلبوش بالضبط ما كيقلبوش علاش كل واحد مغربي تلاقى مع شي واحد براني خصك خذ وقت تشرح ليه وتوريه في الانترنت تقول ليه اجي حيت عندهم واحد الفكره ما خاطئه واي 100% 100% خاطئه المغاربه كامله نتعاملوا ماشي غير غير الفنانه ولا داك كل شيء يحاول يبين صوره مزيانه باش الناس يجيو هذه حيت انا الهدف ديالنا هو خص المغرب ديالنا فهمتي واش غيتعرف واحد الوقيته واش الكليب ديالك اثر على السياحه في المغرب انا هذه متاكد منها غادي اثر ولكن الارقام ما تقدروا تعرفوا ولا تقدروا نقدروا نعرفوا شي انا ماشي هما اللي عندي ديك الارقام الدوله تعرفها ولكن هذه حاجه باينه لان انا غير ملي كنا انا اللي زاد شجعتني هو ديسباسيتو شنو عملت في التوريزم ديال بورتوريكو طلعت ب 70% هكذاك 70% معناها كانت ميته واحد المنطقه ومورا ديسباسيتو اللي اغنيه وحده توريزم طلع وهذه الفكره هذه زادت شجعتني على نبينوا المغرب احسن صوره ونزيدوا نبينوا المغرب كل اخويا لا مزيان عرفتي باش نحسبوا ماما مخص دابا اللي كان جاي للمغرب في الديوانه يسولو يقول لهم شنو يقول لهم بوم بوم لاش جاي اخويا لا بوم 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 لا فاش يوصل للديوانه يوقف عند هذاك ديال الديوانه خاصو يقول لي على جيتي لا خلاص يدير ليه يقول لك بور كي استاس اكي ان ماروكو بارا توريزمو سي سي هي طريقه مزيانه باش تعرف الناس اللي كتهضر اسبانيولا سي سي ام شابي سي سي في اللغه انا عمري تخيط راسي نهضر الاسبانيولا صاحبي برافو كنقول هي اللغه اللي ما نتعلمهاش حيت كانت كنجي صعيبه دابا سي ابلو اسبانيول بوديموس بوديموس سير الشو هاورا اسبانيول سي كسي كسي الى وي ما كان جودري وان مي كانتا مي كانتا مي كانتا اس
una canción maravillosa. Es claro, es maravillosa. Y que quiero decir de que no sé qué, no sé cuánto. Sé que, sé que no sé qué, no sé cuánto. Sí, que sí, claro que sí, de Duan. Sí, que sí. Es español. Les Espagnols ont une expression, l'expression de death, une طريقه qui diruha fdatchom li katstamel li jami' al halat. Li hiya had lqta ghatchoufha antoma fi video men ba'd, li hiya hakda. Voilà. Et voilà. Même si raso ki miro jit ktfou limni, hadi katstamelha fkol chi. Mathalan, ma'jbouch hal. Ay, Camille, no me encanta, me encanta. Farhan. Ah, sí, qué bueno, bueno, qué bueno. مقلق اه سمي بروسو كتصدق لهم كل شيء على صدق قضيه اوكي عملوا ديك الصوت ايه وانا لا كي وي ديك الصوت انريكي ديما كنقولوا في قول اجي علاش كتهضر باللونجلي ديك يا وانا ام دوين ذيس يا صدا دا وملي كتهضر بالصوت وانا لا كي تا موسى كنقول لك عمل ديك ايه علاش ديك ايه ديك كتهضر بالصوت كتقلب الصوت ديالك سبحان الله عمري فكرت فيها والله القصه انا ديما بغيت نعرف شنو علاش عمري ما فهمت علاش هاد القضيه هكذا هي سبا كانوا واحد خصوصهم اي كي 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 سي كي سي Que sí, que le veo, sí, pero no podía, no podía. Lo siento, lo siento. Y perdóname, que sí, perdóname, señor. عندهم لي ريغلاج اي سون بروما اي سولو نو بروما سي بروما اي سو شو خويا غيتكونوا معاك الناس كاين شكون كاين سعيد بغا يهضر معاك كاين ناس بغا يهضروا معاك غادي يديروا معاك دي كيستيونير ليكيب كامل غادي يهضروا معاك هذا الصباح غادي نتكلموا على كل شيء غنتكلموا على البوم بوم 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 راني انا فرحان ليك بزاف شكرا فرحان ليك بزاف حق الله العظيم راني فرحان ليك بزاف اخويا الله يفرحك والله يفرح الجميع يا رب امين راني فرحان ليك بزاف عرفتي هذا البروجي زعما فرحت بزاف بعد قبل مع فوديل فرحت صراحه فرحت بزاف حتى دابا مع هذا ما فرحت بزاف البروجي هذا ديالنا كلنا اخويا والله ما حسينا به اخويا ما حسينا به افتخرنا والمغرب بان زوين وكل شيء بان زوين كاين سعيد كاين شكون اخويا بزاف غادي تكونوا معاه كاين سونيا حتى هي دوزوها ليك سعيد من فاس مرحبا اخويا وي مرحبا مومو صباح الخير و وصباح مبروك ليكيب كامله الله يحفظك حبيبي شكرا اخويا بزاف ولا رضوان كنشكرو بزاف على الحضور وصافي بليزير دو 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 فو بارلي سي لا بروميير فوا بور مو مرحبا شكرا مرحبا شنو تقول ليه مشكور بغيت نقول له اول حاجه شكرا بور لا شونسون ميرسي بور ليفور ك ك ك ك اللي كيدير بالنسبه للمغرب مو جو لو كونسيدير كوم ان امباسادور دو ماروك ا ليترونجي دونك اللي كيبين الصوره فكنتو كتكلموا على لو كوتي توريستيك فالحمد لله دار واحد لو كوكتيل ديال لي فيل ماروكان وعطانا حتى حنا كوم ماروكان نمشيو نزورو داك المدن ونشوفوهم وبينهم للعالم كامل دونك سي ان امباسادور ديال لو ماروك وديال لو توريزم دون لو موند شكرا شكرا بزاف بيانتو مينيستر دو توريزم في المغرب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سي رضوان مينيستر دو توريزم مينيستر بوم 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 نايدا بوم بوم انا غير كنعاون وصافي هادشي اللي كاين لا لا سي توب اخويا شكرا با سعيد حبيبي شكرا لك اخويا شكرا شكرا سونيا شكرا سي با سونيا وي بونجور بونجور بخير لاباس عليك صافا الحمد لله اي توا صافا كلشي بخير الحمد لله je voulais dire bonjour à toute l'équipe déjà et vous remercier pour tout encore une fois c'est pas la première que je c'est pas la première fois que je vous parle et à chaque fois c'est un plaisir donc voilà c'est la première fois là c'est avec Redouane exactement la première fois c'est un réel plaisir je voulais le remercier parce que c'est franchement une fierté pour le Maroc il a fait découvrir le Maroc même à nous qui sommes marocains on connaissait pas des paysages aussi beaux les gens maintenant, je vous assure, j'ai des amis à moi que grâce à ce clip, ils ont commencé à découvrir le Maroc. Donc je voulais le remercier vraiment. Il a une très belle voix, bravo. C'est vraiment un réel plaisir de l'entendre, une fierté, mais vraiment, je vous assure que c'est pas pour juste le dire. Je le dis parce que je le pense et je ne suis pas la seule. Non, je sais. Mais l'effet à Sonia Liwaro, l'effet direct.
فهمتي اه وي لي في بزربه ديكون لونطون لا بروميير فوا صافي اون اون طوم اموغو دو سيت شانسون جو فوز اسيور سي فري نو مي سي فري ان بلوس لا كاليتي ديماج ايل اي مانيفيك لو كليب ايل اي سوبر بو لو شوا ديز ايماج دي في كي ايتي لا لي فواتور تو تو يا ريان برافو تبارك الله عليه اون لو ريميرسيرا اسي اون لو ريميرسيرا جامي اسي بور سي كي لا في Et Inch'Allah, on espère de lui, et je n'en doute pas, voir encore plus. Ouais. Et vraiment, Inch'Allah, et vraiment, merci, merci, merci. Shukran, shukran. Sonia, shukran, Sonia. Shukran, Lilik Tenti. Merci à vous et bon courage. Merci, shukran, shukran, shukran. Shukran, 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 علاش كتبتوا لي هي 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 هاد الضحكه كنعرفها انا هي 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 هضر معاه السلام عليكم نادير سي فوديل على باغي فوديل سي فوديل تبارك الله عليك الله يحفظك الحبيب والله الا تبارك الله عليك شوف الله يحفظك لينا ان شاء الله يا ربي تنتا تنتا حنا خدامين في داكشي والله اخويا نادير شوف Là, on a écouté le moment, quand tu parlais espagnol tout à l'heure, une situation qui a dit qu'il y a un acadage. Alors, c'est quand même là. Je t'ai dit, je t'ai dit. Elle m'a dit qu'il y a le... كتسمع في اللغه ديالهم وهادي اسبانيول داخله في اسبانيا هي لا ما جوولي تفير ان بيزو جوولي تو دير تبارك الله عليك شكرا جزيلا شكرا كان كان كي في بوكو دشوز بور لو ماروك و ا شاك فوا كتفكر المغرب مو جي يو لا بروف كون تو ا لوس انجلوس دون ان ستوديو جو توجور اون فوتو ديال سيدنا الله ينصرو الله ينصرو الله يحفظك امين الله يحفظك تبارك الله عليك شكرا بزاف الزين ديالك في الماروك دون مود انتي اي تو بوكو لي زارتيست كتعاون بزاف مو جي رانكونتري اون فامي كسوا توا تي فرير تي سور كلشي شكرا تبارك الله عليكم يا ربي يخليكم ديما مجموعين حتى نتوما فوالا الله يحفظك خويا نادير وشو وكان بالدقائق كنستنى فوقاش يخرج المسائل ديالك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله شي خيالي واحد الالبوم يا ربي واحد الالبوم وحده اوكي يا ربي يكون لك شي انكوايبل ان شاء الله باذن الله يا ربي ان شاء الله يا ربي امتى امتى قريب المقرب قريب قريب واش قريب المغرب قريب الامريكان قريب نادير كي في محمد عساف فودل وي معلوم هذا سون ايكيب افيك افيك كلشي دونك يا بروميير اون بروميير فيو فراني دونك ان شاء الله اون فاسويف هادشي راني هذاك هذاك درتو غير درتو الشونتيو هذاك بالضبط فوالا لي شونتيون نو سي با لي شونتيون سي شونتيون سي با لا ماشي بحال هذا كي كنت راديو سي اون ايدي نادير محمد عساف دافور شونتي بالدارجه اوسي تبارك الله عليك واعر اخويا الله يحفظك اخويا الله يحفظكم فوديل يانا 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 وراني الله يحفظك لا غني ماشي الله يحفظك الله يحفظك واخا غني الله يانا وراني نحط الاول يا فريمون طاغي لا شو ا باغي تو سي شو والله شو ا باغي فينك À Paris, tu es à Paris. Ouais, mais fais à Paris, tu peux à chanter. Paris pour faire les mix. Ouais. Ah, ah, exactement. Sinon, je serais venu vous voir, bien sûr. Marhaba, oui, marhaba, frère Foudel. Merci Foudel. شكرا اخويا ترى فاسك فوديل ميرسي فوديل كنبغيوك بزاف كنبغيوك فوديل كنحبوك اخويا الله يحفظك الله يحفظك شكرا انت الحبيب ميرسي بوكو الحبيب الحسين ديالي شكرا عليك شكرا اخويا شكرا اخويا لبنى وي مومو صباح النور شخبارك بخير تبارك الله عليك مرحبا وتنفتخروا بيك بحالك ولا اللي بحال رضوان الحمد لله كتحمروا لنا وجهنا بارك الله عليكم شكرا شكرا بارك الله عليكم صلى النبي عليكم وانا من الشمال عائلة الرواية العائلة الرواية مي جافيتا كادير تبارك الله والله دابا كنهضر معكم بجوج بكم سوا انت سوا سي مومو تبارك الله فخر لينا الحمد لله كاينين شباب اللي كتهزوا بينا ما جو ترافاي افيك دي فرونسي في الكوميونيكاسيون وليت كنعيق عليهم مور هاد بوم بوم وهادشي صحتك وليت تنعيق في الخدمه تنطلقها عزيمة نقول لك تعايقه عليهم زيان في المغرب وبديك الشيء اللي صورتي وبان مغربي بحال هكا دفع بينا
كيتصل بك واحد قال لك راك بحال انت لومباساد سي فري راه ما كتبش راه حمرتينا وجهنا معايا اون فرونسيز ديال ديريكتريس ديالي وباغا تمشي لمرزوقه باغا تمشي لشي بلايص اللي بانوا تما الحمد لله الحمد لله والله تبارك الله عليك وفخر لينا وبحالكم تبارك الله عليكم تنتمناو تزيدوا تعطيو في هذا الشيء لان كي قلتي المغرب فيه بزاف د الحوايج زوينه راه حنا اللي خايبين حنا ما عارفينهمش ما كنبينوش فوالا حنا ما عارفينهمش الله يحفظك ربنا وعلي عليك وهذا شرف لينا سي مومو مرحبا لاله ودي كنحاول نتصل بك مي ما كنلحقش وحاجه اونتر بارونتيز عارفين سبب سبابك ولادي ولاو كيبغيو كنيتهم لان كان عندي مشكل في كنيتهم كنيتهم مومو سوري كانت عائله مومو كاينه فوالا مساكن كيف كتعرف دير مومو تيقول لهم مرات نقول لهم المومو د العين مرات دابا باش جا مومو تهنيت صافي تهنيتي دابا بخير عجبو الحال دابا الطوب هما فرحانين دابا ولكن مشيو كمال مومو سلام عليكم سلام الزبالة سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم شكرا بزاف شكرا بزاف شكرا بزاف شكرا كاين بزاف يهضر معاك اخويا اللي كيبغي يهضر معاك من دابا شويه غادي كان الكليب كاين انت درت فيه الاخراج مع سعيد نصيري وي سعيد سي نصيري سعيد سي نصيري كاين سعيد نصيري لوموغيست وي وي هو دار السي سعيد سي نصيري سعيد سي نصيري اللي هو واحد الانسان انكرويابل وظريف بزاف تبارك الله عليه خدم مزيان الطالون ديالو خيالي وعملوا خدمه خياليه وهو وكاين واحد الولد واحد اخر اللي في الاخر دخل معنا في البرودكسيون هو دانييل زلوتين دانييل زلوتين اللي هو المانيا تري بيان خويا الكليب واعر لي زيماج واعرين بزاف تري 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 برافو سعيد شحال الوقت صوتو الكليب شحال الوقت؟ مدة طويلة لأن كانوا فيزز فهمتي المرة الأولى كنا في عملنا واحد لا هو بريباراسيون دازت دي موا شهور شهور ولكن الكليب صورناه في واحد اون سومان ولا 10 أيام ومن بعد عاود جدليا كي عملنا اون سومان واحدة أخرى فهذا واحد دوسمين ولا اكثر واخا الله يكرمك بالخير اخويا غادي تكون شي حاجه اخرى حيت دابا خاصك تمشي تصور مدن اخرين اللي ما صورتش وباقي الخير صح عندي لك شي قناه انا بغيتي اوكي ان شاء الله كاينين موجودين ان شاء الله ان شاء الله الاغنيه واعره بوم بوم بون 100 مليون امتى السمنه الجايه ان شاء الله 100 مليون السمنه الجايه قريب ان شاء الله قريبا عندي لك واحد ثلاثه ديال الاخبار تقول لي عليهم واش تقول لي واش بوم ولا بيق حيت فخبارك عكس بوم وبيق اوكي واخا عكس بوم وبيق حيت كيوك دارت بوم ولا دارت بيق بيق هي طاحت ولا دارت بوم هي هذيك الاخبار دارت بوم ولا دارت بيق بيق صافي زعما طلعت بيق هادشي اللي كاين الاخبار الاولى واش بوم ولا بيق رضوان هي الاغنيه ديال كاس العالم مع ليدي غاغا اللي اللي اختار واحد الحيوان بالجاج هذيك بيق بيق ما كاينش من داكشي هذاك لان الاغنيه ديال المونديال اوفيسيال هي غتكون تابعه لسوني ميوزيك ماشي اونيفرسال غاغا مع اونيفرسال اذا هادشي ما كاينش ما يمكنش تعلقه فهمتي ديلي ما عرفتش من هادو خرجوها في الانجليز في يو كي اي ديلي ميرور شي حاجه المهم هذا اللي انا عملت معهم الانترفيو هضرت على مسائل واحده اخرى هضرت على غاغا وهضرت على لا كوب دي موند في حاجه واحده اخرى غير هما لصقوا هذه مع هذه باش يبيعوا والخبر مشى في العالم كله بان انا وغاغا غنعملوا لا كوب دي موند هادشي ما كاينش منه صافي هادشي اللي كاين بيق هادي بيق غتخدم مع سعد مجرد بوم هادي بوم لا سعد مجرد ديجا حنا خدامين كاين شي حاجات ان شاء الله اللي غادي يخرجوا قريب ماشي قريب ما عرفتش فوقاش بالضبط ولكن كاين واحد البروجي مع بعضنا اللي هو واخا سبيسيال مزيان اخويا الله يكون بخير حنا كنبغيو سعد مجرد وي معلومه اخويا تلاقيتي معاه انت بزاف المرات وي بزاف تلاقيت وي راه صاحبي قديم واخا كتلاقاو شحال هادي كانوا بروجيات وكانوا ما داروش ما داروش والوقت ما كانش كيسمح ودابا الحمد لله الوقت دونك بديتو نجوما بدينا وي ديجو ديك صيفط لي حيت كتبها بحال هكذا ما بين بروديكتور مونيك صيفط لي انا واه اسمع لي زوديو واتساب انت اسمع انا صيفط دابا واحد غدا مو كاين دابا شي جزا غير عندي في الدار هذه انت تسمعها ونجي نشوف الفكره وي هكذا هي هذه اور ليدي غاغا انت بديتي معاه بحال بديتي معاه ليدي غاغا شفنا التصويره ديالك مؤخرا معاه في انستغرام معاك في الاستوديو خدمتوا ولا عاد تخدموا ولا خدمنا خدمتوا خدمنا ديك المسائل باقي ما خرجتش من تما ما كانش عندك مشكل معاه
ولا شنو وقع واحد الوقيته ديكونيكتيتو مع بعضياتكم بالضبط سي سا انسان بحال اللي وفي الدومين فاش كديكونيكتا واحد الوقيته كتبدا تسمع الهضره انت من جهه وهي كتبدا تسمع الهضره وكتخربق العلاقه شويه اي ولكن العلاقه صراحه العلاقه مزيانه ما كاين حتى شي مشكل بيني وبينها غير ما كنخدموش مع بعضنا في الساعه دي وهي انا كنمشي وانا كتمشي ولكن ماشي بزاف باش خدمنا مع بعضنا وفاش تلاقيتي معها شنو كانت باقا صغيره وباقي ديك لا فاش عاود تلاقيتي معها زين صباحي واش عاودتي تفكرتو ديك الكلمات الاولى هضرتوا على السوفونير لا ملي بيان سور ملي كنتلاقى في الاستوديو تقات هذيك كتبقى داك الشيء كيتكونيكتا في دقيقه ديريكت ديريكت كاين واحد عملنا الهيستوري عملنا التاريخ تاريخ اخويا اغاني اللي عملنا انا وياه عملنا التاريخ ودخلوا في الجرامي لي ريكور ثلاثه الجراميات بزاف اصاحبي هو فهمتي هو اكبر حاجه تقدر تربح ربحناها فهمتيني واش واش اللي لقاكم نتوما هو جيمي جيمي ايفين نو 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 ماشي ايفين نو 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 اللي لقانا هو المانجر ديالي لان كان المانجر ديالي في ذاك الوقت أيه. وقال لي راه واحد البنت ما بقاتش مسنيه وهذه وهذه واش تقدر تعطي لها غير 5 دقائق من وقتك فهمتي واو وانا في ذاك الوقت كنت عملت واين اب واين اب واين اب وي هذاك سميتها كادلونا كادلونا المهم ستي بون صاحبي ويلي شحال كانت واعره ديك الاغنيه واين اب هذاك هو الهيت الاول ديالي ديال اللي خرج في العالم عالمي اسمع 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 واو واو اوه ياه اوه ياه واو تاش بغيت نط السطح ديالي واجي انت كديروا لنا خدي اوه ياه يلاه سير في حالتك اجي انت ايو شكون قلت ايو با سويا الفويغو داك دا ديالك خونت ايو انت اوه ياه اجي انت جويتي او او خدي او او سيري او او انت مشيت فهاد او او اي اي او ديما انت كتلقاهم كتلقاهم فشي 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 كتلقاهم اغلبيه كتلقاهم فشي بلايص اللي ديال الكاكا لقيتها في الطوبيس هذه في الطوبيس في الطوبيس واعره هذه باد رومانس يا سلام واش غتغني مع ليدي كاكا واش نغني مع ليدي كاكا الواتي خاصك تغني مع ليدي كاكا والله ما عارف بتعرف شنو ماجي خاصك تغني مع اخويا خاصك تغني مع اخويا ميبي يمكن سي بوسيبل سي بوسيبل كلشي بوسيبل الدنيا بوم لابيق هذا البروجي ناو يونايتد هذاك بوم بوم هذا وي 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 بروجي كبير هذا ان شاء الله هذه الفكره ان نكون بروجي كبير هو عملنا شي حاجه اللي ما عمرها دارت باقي جديد عملته البارتنر ديالي في هذا البروجي اللي هو صراحه هو اللي جاب لي البروجي اييه هو سايمون فولر سايمون فولر هو واحد الانسان عمل تاريخ هو في الدنيا اييه من الحاجات اللي عمل هو اول انسان طاح بالفكره ديال لي شو ديال لي تالون ذا فويس لا هو اخترع ايدول ايدول هو اللي عمل ايدول ما كانتش موجوده في الدنيا قال انا نعمل واحد الشو اللي الناس غيفوتيو اترافير لا تيلي فهمتني ايوا وهذا وعمل سبايس جيرلز واو وهو اللي هو ديما كيعمل شي حاجه سبيسيال بحال مثلا كان عنده سبايس جيرلز وكان كيماناجي سبايس جيرلز حتى هو وديالو الجروب وفيكتوريا تلاقى ديفيد بيكام ياك ومنه كان غير ملاعبي نورمال قال له انا منك واحد البراند انه يرجع ماركه 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 رجع ديفيد بيكام رجع في الفاشن في لامود رجع في فورمات الشعر تمثيل عمل كل شيء اذا ديفيد بيكام رجع واحد ماركه عالميه وهذا سايمون فولور هذا هو اللي يعاونه المهم هو صاحبي اتصل بيا قال لي عنده واحد الفكره يعمل واحد الجروب اللي فيه بزاف ديال المغنيين واللي كيشطحوا واشطحها وكل واحد غيكون دوله غادي نعملوا ان يونايت ان يونيفاي لو موند فهمتي واذا ها اللي من نيجيريا ها اللي كوريا ها اللي من استراليا ها اللي من جابان العالم كله مجموع في جروب واحد وغادي يكونوا يونايتد في واحد البيربوس ومره مره غادي يتزاد واحد ومره مره غادي غيبقى يتزادوا ويتنقصوا فهمتي كل مره انت شوف بروجي واحد هذا بحال الفوتبول حيت هو على ما فهمت هو هو كيحماق على مانشستر يونايتد اوكي وقال لك غيعمل هذه العقديه ديال بحال ليكيب الا ما لعبتش مزيان كيجيبوا ناس اخرين اذا هذا الجروب هذا غيعمل واحد حاجه جديده في الموند وانا بارتنرز معاه الله يقول خير كلشي واحد من المغرب ان شاء الله هذه الفكره Sing it to me, baby, turn it up, turn it up.
خاصكم تعرفوا واحد القضيه مهمه على على الاغنيه على بوم بوم مهمه جدا 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 خاصكم تعرفوها هي. وانه الاغنيه في لي راديو في الراديوات كدوز كدوز عندنا في المغرب اها مازال ما بداتش في امريكان وهذه اللي مازال باش كدوز في امريكان باقي عاد نبداو دابا عاد تبدا يعني يعني, يعني عاد ماشي مقلوب يعني غادي غتبقى اكثر ان شاء الله ان شاء الله يعني قال دابا هادشي كامل كتسمعوا 96 مليون دو فيو مازال هادشي بلا راديو غير السوشيال ميديا والانترنت والديجيتال اوكي بلا بلا راديوات في امريكان امريكان مازال ما هضروش باقي ما انت مازال ما درتيش بزاف ديال الانترفيو والو عاد غنبداو ولاصقينك الناس باش دير لي انترفيو مشيتيش في امريكان فهمتي بالضبط كان عندي واحد الشو كبير واو اللي هو اكبر شو في العالم كاين هو ديال الين الين شو الين كي الين ذا جينيروس الين ذا جينيروس هذيك اكسلون اصاحبي هذيك ولكن باقي ان شاء الله عاد نمشيو ان شاء الله مانيفيك اخويا ان شاء الله غادير الين ان شاء الله ان شاء الله سواي وي قلنا حتى يكون المومنتوم احسن حيت كنا كنا نعملها في لو 15 لو 15 و 17 جانفي ولكن باقي ما بدينا في لي راديو قلنا حتى يوقع هذا آه نمشيو الى ان شاء الله I have a challenge for you a challenge yeah I have a boom boom challenge فاش غادي تمشي للشو ديال الان اللي كيشوفوا الناس المغرب هنايا بصح كيتفرجوا فيه غادي غادي تقول لها كنسلم عليها غتهضر ليها غتهضر ليها عليا في الالين شو بوم ولا بيق ان شاء الله بوم راه بصحه ان شاء الله الحلم ديالو شوف المعنى ان شاء الله بالمعنى ديالو بصح ان شاء الله فوالا اذا بغى ربي بوم قول لها ام شو ما كنشوف حتى انا ما نتبعش بزاف انا انا كيعجبني هذه المسائل هذه لان انا كنشوف اي حاجه اي بلاتفورم كبيره هذيك هي الفرصه فين تبين شنو خصك تبين بحال دابا جاتني الفرصه نعمل هاد لا شونسون مع هاد لي ستار كلهم نبين المغرب هذيك هي الفرصه اذا خصني نستغلها فلهذا شي حاجه بحال هكذا مومو اللي حنا كنفتخروا به في المغرب كامل وعندنا عزيز هذه هي الفرصه باش نقدر نهضر على المغرب right. وعلى مومو نقول لواحد الولد صاحبي يسلم عليك هادشي اللي كاين فوالا هادشي اللي كاين اللي هو ذا بيجست نمبر 1 هذا في المغرب ولا جيتي المغرب تعمل معاه الانترفيو بيك بليزي ولا جيت امريكا مشي عندها خويا فوالا اوكي انت مشكل الله يحفظك هذاك هو الانجل الله يحفظك هذه الضربه هذه الضربه هي القنص 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 الله يحفظك اخويا الله يكبر بك اخويا ان شاء الله وفكرني اذا كنت انا ما فكرني لا غنفكرك خاصك غتكتب انت تسجل ريدوان ما تنساني بزاف السور غيكون الاوديو هذا ريدوان حيت كنغني ليه داكشي اللي كنقول ليه كنغني ليه فهمتي قول ليه قول ليه ريدوان اش اخبارك خويا فوالا انت القضيه كديرها كدير الناس في البلايص باش يبانوا واللي بينتي معاك في الكليب ابو زعيتر الشامبيون بيتي معاك في الكليب باش يبان افتخار هذاك هذاك افتخار بالنسبه لنا توب هذاك الانسان اللي عامل خبله في العالم هو ولا خواته مع لين الرايه ديالنا فين ما مشاو بزاف وان كان بزاف المواضع ممنوع تعمل موسيقى ديال الدوله ديالك ولا شي حاجه تستعمل الموسيقى ديال الموسيقى اللي مشهورين وهذه ديما كيدخلوا من بيت الاحرار ديما هو ديما معلين الرايه المغرب في العالم كله وكيستحق شهره اكثر واعتراف اكثر لانه ربح 50 مره في البطوله العالميه وخصنا نزيدوا نعترفوا به ونعليوا فري فايت راه داك الشيء راه هو التوب التوب اللي كاين في لو موند هو هو وخاه عاملين داك الشيء لا غزال انكرويبل تبارك الله عليهم صحيح تبارك الله عليه صحيح تقدر تقول ما شاء الله ما شاء الله ديك النهار شفتو في الانستغرام ديالو كيتريني برويضات كاميو وي وي تبارك الله المره الجايه تلقى كيتريني بهليكوبتر هز الهليكوبتر هنا وهز الهليكوبتر هنا وكيدير باغا الطير تيقول لك جلسي هنا في الغداء اجي انا اشرف حكيمي تلاقيتي معاه قبل ما تجي وي ياك ريال مدريد بون خطير انت باقي مدريدي انت 100% لا لا ما تبدلش هذه جاربي هذه مدى الحياه هذه مدى الحياه ودابا اكثر دابا حيت مغربي لاعب معاهم دابا مغربي لاعب معاهم وانا عملت لهم لا شونسون اللي كيدخلوا بها يلعبوا كل ماتش فرقة عندنا كي دايره وي المغاربه كلهم داخلين في سانتياغو برنابيو العالم اصاحبي راه بزاف هاد القضيه هادي كتدخل برنابيو كتسمع الموسيقى هذيك انت كيبداو اي ماتش في برنابيو كيبدا بلا شونسون اللي هي ديالي وديالنا ديالنا وحاجه واحده اخرى كما كيماركيو كيماركيو كي هي سي صاحبي شينجل مغرب
خصهم بوم بوم دابا ميت ماركت. واو صاحبي سي توب. يا اشرف كي داير؟ اشرف ظريف بزاف. اول مره تلاقيتي معاه انت؟ اول مره. اول مره انا عرفته عن طريق انس في الاول. على انس. اي انس. انس. ومره ثانيه على طريق واحد المهم ولد خاي. أيه. هو سيف. سيف خياط في مدريد. ايوه. واجون ديال الفوتبول. وهذا وواحد الولد صاحبه محمد عادل لقى صحابه ولقوني به. تاع شنو كان معاه باه؟ باه حتى باه خصو كان خصو يتلاقاني حتى هو. والحمد لله جبرتهم حتى هما الفانس ديالي. طوب. كيما انا فانس ديالو فان ديالو. افتخر به. مدريد ظريف هو. شوفوا في لي زانترفيو كيفاش كيهضر. درافات حلق الحلوه مربي غزال ترونكيل وباقي صغير جون. باقي تحس به باقي صغير وعنده دي زامبيسيون كبارين وهادي ان شاء الله يوصل. الحمد لله ربي اختاره. راه واحد اون ايكيب. كاين ريال مدريد كاين بارسيلونا في العالم زعما من ناحيه الطوب. واذا انت مغربي وكتلعب في اكبر ايكيب ديال العالم راه هي ما كاينش اكثر. ما كاينش اكثر. مانيفيك اخويا. افتخار لينا كمغاربه والله يعاونو. امين. والمونديال ان شاء الله يلعب مزيان وهذاك الشيء ان شاء الله اخويا يكون بخير اخويا. غاتشيرو ساعه تمشي تحضر كوب دي موند؟ معروض. عرضني واحد الصديق ديالي 100% قال لي الشهر كله على حسابي. ماشي صاحبي حتى انا هذا. ولا كيفاش يقدر يكون يولي صاحبي؟ حيت انا واحد صاحبي واحد صاحبي اللي كتعرفوا اللي تلاقيتي معاه كان داير معايا غادي يمشيو روسيا انا وياه. حيت فاش كنا كنتفرجوا في الماتش انا كنتفرج ابيجون. حتى مشيت ابيجون بقيت لك ابيجون. مشيت لابيجون كان هو كان في كندا كيتفرج قد المالح. كنا كنهضروا فاش تمركا بيت لو قال لي شوف الا ربحوا تاهلوا غنمشيو انا وياك. تلاقيت معاه مؤخرا قال لي اسمح لي ما بقيتش غادي. ويقول لي لي موفيز نوفيل سي توجور ا لافونس. قلت لي سا بحال شي اشهار ديال شي مارك. جي لي موفيز نوفيل سي توجور. دونك بقيت هذا. دونك انا وليت بوحدي سولو ياك خويا. فوالا هادشي اللي كاين. شنو كنقول لك واش صاحبي كيقدر يولي صاحبي ان شاء الله. ان شاء الله صاحبه كاملين بقاو شهر تماك وكل شيء على حسابه. حيت مع قاد كان هو السؤال شكون اللي يخلص واش هو ولا انا. لا لا دابا صراحه دابا صراحه مشينا غادي انا وياه شكون خاصو يخلص هو ولا انا؟ الا عرضك هو خاصو هو يخلص. هادشي اللي كاين. يا شيخ انا هذه القضيه هو مرفح عليا هو اصلا. الله الله اعلم. انا ما كنتش نعرف هادشي. تلاقيتي معاه انت في الي؟ ظريف الله يعمر الساعه. تلاقيته في باغي في الي تلاقيته بزاف مرات. غزال ظريف بزاف كيعجبني. غزال انسان عظيم. اسمع رضوان معنا الصباح على الاذاعات يتخرجوا. بغيت تكونوا معاك ليكيب دابا شويه من بعد رضوان هنا يتخرجوا. ماما مانيشا ماما 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 شاكا ماما ماما مايندا ماما ماما ديما ماما مانيشا ماما 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 عمرك ما سمعتي هادي شاكا ماما ماما مايندا ماما ماما ديما ماما مانيشا غني مزيان ياك. هادو هادو الدراري اللي عاودوا الاغنيه نعادي بيك شيفت مع الصباح. مرحبا. سلام عليك. بيك شيفت. برافو برافو. مرحبا مرحبا. سلموا عليه. مرحبا. هادو الدراري اللي باللي درنا مع لبس كابون كاما دامو واعر بزاف. جو واحد الدراري سلموا عليه على خاطركم الليله طالعين روسيا. هذه هي الاغنيه صوبوا تعاودوا بوم بوم. بغاو يضرب بغاو يجيو يتلاقاو معاك يهضروا معاك اخويا الدراري صوادي كيدير اخويا. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. مرحبا الدراري. القصه ديال هاد لافير. برافو برافو برافو. القصه ديال هاد لافير شكون يعاودها؟ القصه ديال هاد لافير ديال عاود انت.
نافير فيهم بعدا ديال 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 الاغنيه الاغنيه الوغ تو دابور بعدا ميرسي بوكو مومو خويا بور سيت اوبورتونيتي نتلاقاو مع رضوان باسكو اي ارتست غيبغى يتلاقى معاه شكرا انا ارتست الكاليبر ديال رضوان كلشي تيعرف جوبونس ليستوار ديال ديال بوم بوم كيفاش صورناها وشنو سجلناها بحال كيما قلتي قمرنا عليها كتبنا الديسك قبل ديك لقيتها كانت لا شونسون ديالك في لا توندونس وتا حنا كنخصنا شي حاجه في لا توندونس باش راك عارف لي زارتيست باش نبانو حتى حنايا كتبناها قلنا غادي نديرو على المنتخب مصورينها وكذا وكنتسناو كنتسناو المنتخب واش واش يتاهلوا ولا لا ما عارفينش ما عارفينش حنا كاتبينها على اساس واش بوم ولا بيق دونك حنا كتبناها وقلنا كتبنا على اساس المغرب غيربح ان شاء الله كان مونطي وكنتفرجوا ما كانش كان مونطي وكنسمعوا المنتخب تماركا البيت الاول عبد الله شي مونطي تيقول لي واش نكمل ولا لا شنو نقول ليه زيد اخو صافي غير سالو هي فين كملنا والحمد لله ومنين زدنا فرحنا هي منين سمعنا لو ميساج ديالك ديال انك انت شجعتينا وعجبك الحال والله الا ميرسي بوكو عجبني بزاف والله سي انفيني مفاجاه كبيره ما كناش عوالين انك واش غتشوفه ولا لا باسكو ما كناش عارفين ولكن ميسي راه بحال اللي قلتي داك لو ريزولتا ديال داك ستريس اللي كان عندنا والله الا تنسى وحق الله الحمد لله بوستيت وفرحت بها ماشي راه بوطاكيتي هوم خلاص اخويا شوف الله انا ولا حاجه واحده اخرى مومو راه عاون في هادشي راه اتصل بيا وصحابي وهادي 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 باش عرف لا انا وحق الله العظيم الى صيفط عليا انا دخلت من ابيجون رجعت ابيجون دخلت الصباح فقت ضربني فيقه صيفط لقيت هو الكليب ديالو شفتو ما كملتوش وي 40 ثانيه قلت واه شحال واعر درت كوبي لان صيفطو ليك صيفطو ليك ديريكت الرن قلت هذه الوقيته صيفطو لك هذيك الساعه قلت وراه شكاين واش كاين انت قلتي طلعتي غزاله اخويا و راه ماني في بابا يا صاحبي برافو حيت هما اش كانوا دابا الواعر كان عندنا واش كانوا خايفين دابا هما كانوا خايفين ما يعجبكش الحال علاش تعاودوا الاغنيه ديالي انايا والله كان عندنا دو ستريس الاول تنتسناو واش المنتخب يربح ولا لا مي ربح لونسيناها كنتسناو واش دا ديانكا غيضربنا في كوفي رايت ولا تنقول ملي عجباتك صافي تبغينا ناخذو من عندك ناس ديرو ولكن باش توصل باش نوصلوا لرضوان راك عارف ما كاينش كيفاش او مي الحمد لله حنا اليوم معاك زعما الواحد ما يقولش مستحيل بزاف عجبتني بزاف بزاف والله بوستيتها وفرحت مانيفيك اصاحبي توب اخويا ميرسي بوكو الدراري عندي ما نسالكم شكرا الدراري شكرا لك مرحبا بابا خليكم معنا مرحبا اخويا خليكم معنا تبارك الله عليكم مانيفيك مانيفيك واش تقول اش بغيت تقول رضوان الدراري ليكيب كامله انا ايش بغيت تقول ليه ملي خرجت لا شونسون ديال بوم بوم بداو كيتكتبوا لي زارتيك لي غرو تيتر كيقول لك باللي رضوان يلا ريبريزونتي لو ماروك ورا لو ماروك دون توت سا سبلندور مو جو بونس كو لا سبلندور ديال المغرب مشات لبرا شحال هادي ملي مشى رضوان ملي مشاو ناس بحال رضوان كي فون ريبريزونتي المغرب لي كومبيتونس ديالهم بلاغ ديالهم لا بيرسوناليتي ديالهم لي برينسيپ سي بوكو دو شوز ماشي غير لو بيزاج ديال المغرب سا لو كليب ديال بوم بوم سيتي لا سوري سور لي غاتو كون مونتري كو راه مغربي راه اترافيرس كنا في واحد لومبيونس ديال عرفتي اش دارت لينا هذه كنا في اومبيونس بوم بوم واحد الوقيته دارتنا في واحد لومبيونس ديال وي خويا نادير خويا رضوان سلام انا جايه بوم 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 انا جايه اي في لو كليب سيتي لا سوري سور لو غاتو سي المواطنه ديال المغربي فين اي حد كتوصل الطيارات نقطه الطيارات واه هذيك على كابو بصح هذيك نيغرو على كابو نيغرو راك مصور لا هي ليدي واعره احمر وخضر الرايه ديالنا خضر اخضر وسط احمر واعره صاحبي اها رضوان من نهار بان رضوان وحنا كنشوفوا حتى الناس اللي تيلمون اي سون فيير برضوان حتى اللي سميتو رضوان ولا كيكتبها بغضوان الناس بدلوا لي بروفيل ديالهم سي فري ولا اي سون فيير انهم على ليميت انهم سميتهم رضوان وان كان اسمي سميتي ماشي هو رضوان اسمي نادر الخياط سا طوم بيان بور لي جون كي سابيل رضوان اسمعي تحديد مهم جدا تنبيه وانه سميتي رضوان على قبل صاحبك عشيرك اللي تعاون معك في اللغه ديال مانيفيكا شنو هو صاحبي سك تا كارير كامله سي لي ديديكاس عطيتها شير اوت لا سامباري كنت بحال دابا انت مومو صاحبك كان سميتو فريد ودابا مسمي لي ميسيون فريد مورنينغ ولا فريد شو ما تجيش معايا فريد ياك فين تجي معايا فريد ديك دير بحال هكذا
انت فريد من النوع ديالك فريد عادي دونك سي مانيفيك اون اي تري فيير دو رضوان اي حاجه وحده سي في لو كليب ديال دونت يو نيد سام باري دونك اون افي في واحد ان كوكتيل ديال لي زارتيست الواعرين اللي كنقول واو رضوان كيعرف هاد الناس خدم مع هاد الناس سي مانيفيك سا سري بيان دو فوار اون تيلي رياليتي على رضوان كومون اي ايت اريفي كومون لو بروسيسوس ديال الخدمه كومون Parce que les gens, ils sont très curieux de voir Redouane Assi. C'est le synonyme de la réussite pour les stars ou là pour les débutants. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Genre, Britney, il faut collaborer. كاع لي سبيتش دو ديبي دو ديرو شي خدمه مع بعضياتنا كذا بحال حاتم خلاص رضوان ولا نادي الخياط لا يوما نقولوا في حقه خصنا بزاف ديال الوقت اصلا باش نهضروا على كل شيء انا تنعقل على اول مره تلاقيت رضوان تلاقيته في الافتتاح ديال واحد المول كبير في الدار البيضاء وكانت جينيفر لوبيز وكنا حتى حنا لاعبين تما مع بزاف ديال لي زارتيست ماروكان وتنشوف هذا السيد اللي هي سامعين عليه حنا واحد الساعه وتنعرفوا بان تيعرف جينيفر لوبيز ودفعها انها كاع تقول موروكو في التيتر ديالها طلعت غنات هو تيهضر معها تيضحك تنشوف داك الشيء تنقول وايلي هذا السيد هذا كيف فهمتي واصل لواحد النيفو يا سلام شكرا وصل دي زارتيست بحال هكاك بحال تجيلو انها تقول المغرب وتجي للمغرب وفرحانه وعجبها الحال دابا ديك اليامات واش عقلتي كل شيء كنا كنقولوا تا والله انت كتقول مروكو بالله ما بغيناش نمشي والله انت كتقول مروكو بالله اسمع اسمع اخو تا تا اسمع تا اسمع مروكو اش سمعتها بلاتي عاود عاود مروكو سمعتها دونك ديجا مروكو ديجا هذا كان واحد الانجاز اللي هو كبير من بعد شوف كاين واحد لوبسيون واحده اخرى خارج الموسيقى وين انت مدريدي وانا تنموت على ريال مدريد دونك هذه شي حاجه اللي هي اون بليس زايده ما عندي ما انا شوف انا ما بقيتش لاريالي مدريدي ولكن ما بقيتش لاريالي برساوي ولكن في واحد البرساوي قديم فهمتي مازال برساوي قديم انا فهمتي في واحد البرساوي لمن كتصور علاش كتصور عرفتي بون وكيبقى في واحد البرساوي صغير من نهار ميسي في الماتش الاخر في كلاسيكو عطى الباس ديسيزيف التقشيره هذاك البرساوي الصغير خرج عاوتاني غير هذا مدريد كاين كاع شي ناس مؤخرا تلاقاو مع كاين شي ناس مؤخرا تلاقاو معايا قالوا لي خصك قالك لا ما عندكش حق تكون انت ريالي ولا برساوي ولا شي حاجه ما كاين مشكل انت المغرب وصافي المنتخب هادشي اللي كاين صافي هادشي اللي كاين دونك فوالا من داك الوقيته ديال السير المدريدي شفنا مع جينيفر لوبيز وحنا متبعينو لي ايت الكبار لي غرو ستار لي غرامي اوار شكرا يعني تشوف شي حوايج تيحفزوك انت كمغربي كبنادم تيدير الموسيقى تتقول او سي بوسيبل يعني كانت هي جمله تقول لك واه تو تي بوسيبل كذا يعني دابا عندك لا بروف فيزيك ان يمكن لك توصل اون بارتون دو ريان دو تو يعني الا رجعنا لو باركور ديالو ماشي شي واحد زعما مشى بسهوله ولقى كل شيء واجد بالعكس بالعكس تشوفو ودار كل شيء فهمتي وفوالا سميتك بعدا فيها كل شيء نادر الخياط ياك نادر راك نادر جدا ولي ريوسيت ديال بحال ديالك نادرين بزاف يعني قلال جدا والخياط عرفتي راه كاين واحد لا غوسومبلونس مع الخياط ومع بلاد ملي تصاوب الموسيقى عندك خياط تيصاوب لو سور ميزور يعني تيصاوب لك داك الشيء حساب هو تيصاوب لو سور ميزور بالنسبه للفنانه برافو برافو اوكي وكاينه مومو كاين عاوتاني الخياط اللي تديرو شي بياسه اللي هي قديمه ولا مقطعه وتيدير ان غوميكس وتعاود يخيطها لك عاود يصاوبها كيلبقى دونك فوالا انا داير الخياطه هو معنا اليوم ميرسي شكرا والله سيرتي انستري سيرتي لا فوالا والدراري ديال انا غتنم الفرصه باش نقول بان الدراري ديال لو جروب اش كاين قالوا لي ولا بد خصك دوز له السلام وتقول له سلام كبير وان كرون ريسبي شكرا رضوان فوالا حبيبي ومازال ما يتقال ومازال كل شيء برافو عليك اون تري تري فيير دو توا ما نكذبش عليك برافو بزاف درتي الاشهار الاتاي الطاجين لك هذا المغرب كل شيء بقى لك راس حانوت ميرسي ميرسي برافو مازال تشالنج بوم بوم راس حانوت المره الجايه فوالا خويا شكرا بزاف والله شكرا لك انطلقتي يا صاحبي شفتوني كاع ماشي ديما غادي نتلاقاو بريدوان دونك خصنا نقولوا داك الشيء وسكيل ميريت دابا يفو روندغ سيزار سكي ابارتيان سيزار كي شكرا ميرسي ميرسي بوكو والله يفو نو يفو روندغ السينا ديال سكي ابارتيان سينا ديال ماشي سيزار سيزار سيزار
هذا لما نقول رضوان هو عرفنا شنو هي صناعه الاسطوره وصناعه الايقونه عن طريقك، لان انت وليتي ايقونه يعني ايكون ناسيونال جيوغرافيك وليتي ريفيرونس على الناس في النجاح في العزيمه القويه في كل شيء. ومن ناحيه اخرى عطيتي درس في التواضع، لان عاده النجوم ولا الايقونات كيبقاو دائما في ذاك البرج ديالهم العاجي قاعدين كيشوفوا الدنيا من الفوق وكيشوفوا مزيان شكرا كيشيروا الناس يقول لهم حتى حنا كنبغيوكم، ولكن انت لا كتعاون الشباب كتعاون المواهب وبنيه ماشي غير باش تبان ولا غير باش تصور، لا بنيه صادقه كتعاون الدراري اللي بادين من زيرو كتشجعهم كتقول لهم داك الشيء اللي غاديين فيه مزيان. ومن غير هذا الشيء كامل ما ناسيش لي زوريجين ديالك. انا اليوم اول مره كنتلاقاك وتوقعت ان العربيه ما غاديش تقدر تهضر بها مزيان. واو اوكي مثلا شنو اويلك اللي كانت تجي توقع تقول واحد وصل مثلا لواحد المستوى كيكون غير مع النجوم الكبار وعنده واحد التاريخ مثلا في لوروب ولا في امريك، اقل حاجه غادي ينسى اللغه ديالو ولا غادي يقول لك جوج كلمات بالعربيه ولا يبقى كل شيء بلونغلي ويقول لك فوالا سو ولا او ماي جاد ولا شي حاجه. لا كيدير لك لا يدير لك بجنوب بالعربيه ويكملها بالانجلي. بالضبط الحمد لله انا مفتخر انا اكزاكتومون هذا الفخر ديالك ومسلم وكل شيء. هذا الفخر ديالك وهذا التواضع ديالك هي دروس للناس لا اللي بادين ولا اللي قدام، لان ماشي حيت انت نجم غادي تكون انت مثلا صافي في البرج ديالك كيف ما قلت وما غاديش تتلاقى مع الناس وما غاديش تعاون الناس، صافي انت وصلتي واحد المرتبه ما خصهاش حد يوصل ليها ولا الطريق اللي دزتي منه انت حتى شي حد ما خصوش يدوز منه. نو بالعكس ديك المشاركه ديالك النجاح ديالك والتواضع ديالك مع الناس والقصص ديالك الانسانيين اللي مازال حنا كنحتاجو كما قالت انا ياسمين ما كنهورش نعرفو مازال اكثر على من البدايه ديالك وكيفاش درتي وكيفاش مشيتي، لان دائما قصص النجاح كتكون ملهمه. برافو شكرا ميرسي بوكو شكرا بزاف شكرا شكرا شكرا. هو ما فيش انت ما فيكش قاعده يقول لك شوف انت وريه ولكن ما تعطيش راس الخيط خايب. لا 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 بالعكس هانيه بالعكس ما كاين مشكل انت كتعطي كل شيء كتوري كل شيء كدير كل شيء اخويا. كاينه واحده اخرى بايهضر معاك وكي ماشي في ليكيب ماشي في ليكيب غير بايهضر معاك. هاي رضوان هوب يو هافين ا جريت تايم ان موروكو جي ايتي تري زوروز دو كولابورا افيك توا دون سيت فيديو اللي ورات جمال المغرب للعالم، تعلمت بزاف د الحوايج منك وان شاء الله ديما تهز رايه المغرب. بيزو بابي سور عبلا 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 وما لا يعرفوها كانت معنا. تبارك الله الحمد لله ليدي كانت هو ملي كان اماندا سيرني كانت تكون هي واحد انفلونسور اللي معروفه في العالم انفلونسرز انفلونسر انفلونسر باللونك اللي يقولوا. المهم هذا كان خصني نعمل الغول البرانسيبال اللي غيكون ماشي غير ديال الامريكانيه لازم تكون مغربيه. وعبلة صوفي كانت هي ديك الانسان اللي كانت تقدر تمثل المغرب مزيان فهمتي، لان هي انسانه خدامه في كاس وديزاينر ومتفتحه على العالم في وسط مغربيه اللي بصح كتهضر بالعربيه بالدارجه ومفتخره انها مغربيه. كانت ذا بيرفكت بيرسون زعما كانت تكون الانسانه المناسبه باش تقدر تكون تمثل المغرب في الكليب. الحمد لله عملت الدور مزيان والريزولتا مشى مزيان الحمد لله. والامبيونس كانت واعره الامبيونس كانت غزاله. اماندا سوني مثلا درتي مع لو تشالنج ديال اتاي سي توب اصاحبي تشكل كوبا اتاي على 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 كوبا ديال اتاي كانت واعره اخويا سي تري تري بيان. اش كتسمع انت هاد الايامات الموسيقى كتسمع شنو هي؟ الموسيقى كنسمع كنحاول نرتاح هاد الايامات من سمعنا موسيقى لا والو تريح ودنيك تريح ودنيك. شنو الموسيقى اللي سمعتي مؤخرا اللي سمعتها بزاف؟ واش انت من النوع اللي كتسمع موسيقى بحالنا زعما ديك البداية كان شتو ديسك كنبقاو نسمعو 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 سمعتي كنقاديو؟ لا لا انا كنحاول نسمع الموسيقى القديمة كناخذ الانسبيريشن المسائل القديمة الثمانينات التسعينات فهمتي الاول ديال 2000 جبنا شي حاجة انا نجبد لك دابا السبعينات لا السبعينات لا السبعينات ما عنديش الثمانينات شنو؟ شوف قول لي بغيتي نجبدو لك دابا نسمعو داكشي اللي سمعتي مؤخرا. واش سمعتي بلاتي؟ واش التسعينات سمعتي شويه التسعينات؟ كلشي كنسمع كلشي كلشي. واش سمعتي هذا مؤخرا؟ سمعتي هذا؟ اسمع واو واو تيرن اوف ذا ماك او ماي جاد بزاف هذا وقع لي بحال موجو تا هو ضربات الدم موجو. المهم هذا ريتيرن اوف ذا ماك مارك موريسون ياك مارك موريسون سي ترو بون صاحبي سي ترو واعر بزاف هذا واعر بزاف. شو اسمك شكون سمعتي؟ جورج مايكل مثلا كيرلس ويسبرز واو كان هاي ديسك المزيان
C'est bon ça. Moi, bizarre. Waouh, ça. Ouais. هذيك كالس ويسبرز وير هذيك كالس ويسبرز شنو اخرى عاوتاني تصنتي ليه؟ دابا وقع لي ديك بلاك اوت بلاك اوت ستيفي وندر واو ستيفي وندر خطير ستيفي وندر ما كاينش شي حاجه زعما انت شنو؟ كاين شي ايزيت شناري عرفتي الاغنيه هادي كثر القصة ديالها لا بنتو تزادت هو ما شافاش كيقول لهم كيسولهم على بنتو في الاغنيه اسمع حيت شي كاين صوت البنت تي ازيت شي لافلي بزاف هذا بزاف هذا خينا كيسول مع البنت كيغني كيسول على البنت كي دايره زوينه خطير مانيفيك شتي دابا كاع لي بروجي لي بروجي كاملين اللي فيهم كاين شي قصه كاين احساس كاين كاين شي حاجه هما اللي كيصدقوا اللي فيهم شي حاجه ما باردينش بحال الاغنيه هادي بحال انت بوم بوم مثلا كاينه واحد الحاجه تحس بداك الاحساس كيما كتحاول الاحساس ديالها هو راه اخويا بوم 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 ولا عندو كيسلا بوم بوم واخا دونك لو بوم هو في الاغنيه معنا ديالها هو الفرحه والاكسبلوزيون دو جو ولا معناتها النجاح شي حاجه دارت بوم حنا كنقولها والله انا شنو دار بوم صاحبي هادشي ديك خينا دار ديك ويدير بوم البوم اللي حلمتي به دائما من دائما من الصور ديالك شنو هو انا ما كاينش عندي غير واحد بزاف ديال بزاف ياك بزاف واحد منهم هو نطلق سيدنا واو هذاك النمبر وان بوم ديالنا واه سيدنا ويعرفني الحمد لله هذا الحلم تحقق والله ينصرو الله ينصرو الله ينصرو ويجي دائما يخليها في الطب ويخليها لينا واش تلاقيت معاه من بعد الاغنيه واش 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 قال لك كي جات الاغنيه تلاقيت معاه من الاغنيه ما تلاقيش معنا قال لي كي جات الاغنيه عجبتو عجبتو الحمد لله لا الاغنيه ديما عجبتو عجبتو هو سمعها قبل من الناس بال واو بس أغنية ولكن شجعني وقال لي برافو عليك هادشي اللي عملتي لبلادك وهادي برافو 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 مانيفيك اخويا من الاحلام الاخرين اللي بوم الاخرين اللي خممتي فيهم اللي حلمتي بهم اللي هو هو نربح الجرامي وي بحال الاوسكار ديال الافلام جراميس هو ديال الموسيقى ربحت الحمد لله مانيفيك اخويا ثلاثة اربعة المرات عندي شي خمسة ستة دابا باش كتمشي هادو للدار كيقول لك هذا هما جوج الاخرين اللي ما عاد فينا هما بالله كيقول مراته هاني فينا هما الاخرين كيلعبوا بهم الدراري خليهم يلعبوا بهم الدراري كيلعبوا بهم الدراري كيلعبوا بهم الدراري مزيان وريال مدريد تكون معاهم موسيقى في الاول كان نكون صغير كان خصني نلعب معاهم نلعب في ريال مدريد فهمتني عمرك لعبتي معهم تاجنا لعبتي معهم تكون لعبتي معهم شنو لا لعبت اونترينمون قصه كره لا ماشي مع ريال مدريد مع بعد الملعب لعب هكذا بعد لعب لعبتي معهم ماشي هذه قضيه مهمه غادي نشوف شي مره نحاول نلعب ماشي كيما نقول لك قبيله تريني معاهم في وسط على كيف الاولى ان شاء الله تكون واعره تكون واعره تكون واعره بزاف وجيت تفرج فيا واخا انت برسا لا والو لا ما بقيتش برصاوي ما بقيتش فكروني ما بقيتش برصاوي اصاحبي لا نجي معلوم نجي ما كاين مشكل نجي ما كاين مشكل نجي ايوا هو صافي وشي حلم واحد اخر زعما هو اللي حلمتي به ومازال لا باش نسولك نسول البوم اللي حققتيه وفرحتي به وما كاينين قلتي لنا بزاف غرامي هادشي كامل البوم اللي باغي توصل ليه دابا شنو اللي باغي نوصل له هو ان هو عندي كيما قلت ماشي واحد بزاف د الحاجات هو نجي شويه ديال السوكسي ياك هذا ومن بعد نتعاطى غير الاعمال الخيريه 100% صافي صافي هذا الشيء ونحج ان شاء الله يا رب فهمتني نكمل الاخر ديالي قريب لله فهمتني هذا هو الحلم ديالي صراحه لان الدنيا ما كاين حتى شي حاجه كدوم الله يسعدك اخويا الاعمال وشنو قدمتي لله شنو تخلي ان شاء الله صافي هادشي اللي كاين هادشي كامل نحجنو وياك اخويا الدنيا بحال تقريبا بحال كذوب الحياه بحال كذوب فهمتني غرور
هادشي غير السينما غير السينما كلشي كيدوز شحال الناس كانوا قبل منا هما اللي هادو فين هما مشاو غير شنو عملوا هو اللي بقى والله جعلنا نخليو حاجه مزيانه ولا حشمنا اخويا يا ربي امين ولا حشمنا اخويا هادشي ولاتي هذه الصراحه هي الصراحه دابا ما كنتيش بحال هكذا لا ديما كنت هكذا ديما انت هكذا ديما كنفكر في الله دائما لا ما تفكر في الله معلومه اخويا غير هاد القضيه ديال زعما ديال دابا وليتي حسيت بك وليتي اكثر يمكن مع الشعر مع الكويبا يعني ولكن هذه هي القضيه وي صافي هادشي اللي كاين الاعمال الخيريه ان شاء الله والله ان شاء الله خويا الله يسعدك وشويه السكسي دابا باش باش كمل باش تكمل مزيان البوم اللي فشلتي فيه شي حاجه اللي كنتي معول عليها غادي تصدق وما صدقاتش اللي شوف وصراحه الفشل هو حاجه لانه الانسان كيتعلم من الفشل انا ما كنشوفش الفشل كنفشلوا بزاف المرات الحياه كلها انت كتفشل في الحاجات صغيره وكبيره وصغيره وكبيره كاين ولكن واخا كتكون قاصحه كتعلم من الاكسبيريونس ديالك فلهذا فشلت ان ثقت في بعض الناس اللي كانوا عندي عزاز بزاف وثقت فيهم وعطيتك اكثر من اللازم وخانوك هذه هي الحاجه اللي كتسمى كيبقى فيك الحال كيبقى فيك الحال ما فشل ولا ماشي فشل هذه هي اقرب حاجه اللي عندي في حياتي انا كفشل هو ما عرفتش نوزن الناس ولكن احنا في الحياه ماشي ممكن نتعلموا في الاكسبيريونس ما تقدرش شحال ناس كيبينوا لك احسن صوره لان ما كتظنش هذا الانسان يقدر يعمل هذا الشيء امبوسيبل ويجيو يعني تقول لك راه كي تقول لهم كنقول لهم انتم حومه الحسد وهذه 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 وهذا المسيب هذه ولكن كما قلت لك الانسان كيتعلم الاكسبيريونس الحياه كلها اكسبيريونس كل طيحه فيها كتعلم كلها فوالا ماشي فاشل سكي نو نو تو با اون فور بالضبط هادشي اللي كاين كي لا كوساس كي لو نو ماتان نو تي ماتان نو تي ماتان تي تاسن ماس فورتي ماس فورتي يا سلام برافو مشى بعيد ترجمان محلف the things that didn't kill you make you stronger Ce qui ne nous tue pas ne rend plus fort, c'est ça. Fad, n'est-ce que tu as mis maman au zdmouk? Choqué? Non. Là? Non, je suis choqué. D'abord, سؤال. أنا واحد بنسوي واحد السؤال. سؤال مهم. ماشي على الشوقي. الشوقي وقع المشاكل اسمها مشاكل وقع مشاكل كانوا هنا. مشاكل في الحياة هذيك قاعد يحكي. كيوقعوا مشاكل في الحياة. دوك هو كان هنايا هضرنا معاه على الموضوع هو كان تكلم كان شفتي المهم علينا. أنا غير واحد السؤال اللي مهم. دابا ما بقيتش خدمو بعضياتكم الموسيقى ما خدمتش بعضياتكم واش غادي تعاود عاوتاني شي نهار تخدم مع مغربي اللي يلاه بادي وتخدم معاه عاوتاني هادشي بغيت نعرف يعني واي فهمتي واش غتعاود تخدم واش ما غاديرش حيت اللي كتوقع انا نقول واحد الخطيه كما كيقول لك لا ماشي كما يقول لك انا غادي نكمل انا كيف ما انت كما انا وما ننتظرش ها تعمل الخير باش ديرو صافي ما تسندش الروتور الروتور 99% ما يرجع لكش صافي هذه الانسان هذه حيت الدومين تاعو بحال هكذا الدومين تاعو بحال هكذا الدومين تاعو بحال هكذا الدومين بحال هكذا حيت كاين اللي بعمرات كي اللي حنا المثال كيقول لك اللي كيقرصوا الحنش كيخاف من الحبل بعمرات كيقول لك صافي بقيت ما نخدم مع حدها خويا انا ما بقيت نخدم مع مغربي انايا لا لا انا فهمتي الهدف ديالي كبير على ان واحد الانسان الهدف ديالي هو فكره هو المغرب والمغاربه هادشي اللي كاين والكولتور ديالنا الشهر هو تعرفوا ماشي واحد الانسان يضحك علي هذا يضحك على هذا ما يضحك على راسه صراحه انا هادشي اللي كاين ليدي ديالي اكثر من هكذا الله يكون بالخير اخويا البوم اللي كتوجد ليه دابا ديامات هو بوم بوم باقي خدام فيه انت باقي خدام فيه باقي خدام فيه ولكن عندي شي مسائل واحده اخرى اللي ماشي لازم نقولها دابا عرفت انا فاش كتبت السؤال كنت نكتب ما غاديش يجاوبني عليه بوم 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 بروجي كبير اخويا برافو عليك اخويا رضوان شكرا 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 الله يكون بخير يا ربي امين انا عرفتك بغيتي تشكر الناس اللي خدموا معك في كليب منهم لون ام تي منهم الناس البوليس منهم الناس ديال عرفتي المغاربه اول حاجه هو المغاربه كلهم عاونوني اللي اي واحد اللي تعاون معايا كنشكرو بزاف كنشكر سيدنا هو النمبر 1 اللي كيعطينا الفرصه لبزاف الحاجات في هاد راه بزاف الدول ما عايشينش اللي حنا عايشينه الحمد لله عندنا سيدنا رويال اير ماروك اير ماروك اللي عاونتني في الناس اللي جاوا لي انفلونسور والطياير وهادشي كلشي عاونوني حيتو بزاف الناس بزاف الناس جاوا
بزاف 100 وزياده كثر تبارك الله اللي جاوا اللي مشاو غادي مشهورين عالميا اللي كانوا مشهورين عالميا وكانوا هادو هما اللي اكبر ناس كيتشافوا في السوشيال ميديا في العالم عرضتهم باش يجيو يشوفوا المغرب ويعملوا ديك انستغرام لي فيديو وديك شي من المغرب باش المغرب وترند الحمد لله نمبر 1 في العالم في ديك الوقت هذاك وهذا هو الهدف فهمتي هادو كنشكر ماروك او ان ام تي وي لوفيس ناسيونال دي ماروك دو توريزم عاونوني بزاف هذا في لي زوتيل بزاف الحاجات تعاونوني مزيان و ليكيب كلها صحابي اللي عاونوني لا فامي ديالي الزوجه ديالي وعاد بيان سور سعيد الناصري سعيد سعيد الناصري سعيد الناصري ودانيال ومهم والكيب والتيم كامل اخويا التيم كله اللي عاونت في هذا زعما كنشكرهم بزاف على هادشي اللي عملوا معايا الله يكون بخير اخويا وغاس غاس حتى هما عاونوا واي غاس هو واحد بول مارسيانو اللي هو مغربي يهودي بلاتي فلما جاكيت جاكيت ديال جاكيت ديالك صداع اور ماي ريد وان قريب زعما نعطيك ديالك هادي يكون هاني غنصيفطها لك سي فري وي الله واعر الجاكيت فكرني شمي غتخرج غتخرج غنخرج ان شاء الله بحق باقي ما خرجتهم هذه كان غير عملت غير واحد النوع ديال الباز وديال هذه اللي شو سميتها؟ ار ار باي ريد وان ماني فيك اخواتي ار باي ريد وان واش غتخرج الجاكيت مع البرد والتيشيرت كل شيء غيكون التيشيرت وكل شيء لبسه كله غدير السوتيامات خرج كل شيء وشوف وحاجه من داخل حتى كايا ديزاين اللي هو ديال المراه ديالي الزوجه ديالي تخي بيان توما عاونوا في اللبسه اللي لبست اماندا سيرني وعبله وداينا جين هادو كايا ديزاين اللي هو واحد ديزاين اللي هو لي زارتيست كبارين جينيفر لوبيز كارداشيانز مول المعروفين كلهم لبسوهم وهي ديال المراه ديالي اخويا الله يخلي لك اخويا الله يكمل بالخير شكرا لدوان اخويا بزاف وشوف وكاياتي تاهما اللي كانوا سبونسر ديال عاونوا في هذاك اللي كنشرب كتشوفوني كنشرب كاياتي هذاك اول وفي كلشي مغربي المغرب برودوي مغربي مزيان حتى غيس اللي هو بركة عالمي ديال مغربي ديال المغرب بول مارسيانو مغربي اي نعم اخويا وفي تخرج المغرب عاد كان في المغرب في مراكش لما تدير بحال درتي بحال بومو دير بحال شي عطار عصير دير بحال شي عطار ودايرين بك هذوك التوابل فهمتي ذوك التوابل كلشي داير بك كلشي مغربي وكلشي المغرب اخويا الله يكون بخير اخويا الله يكون بخير شكرا لدوا شكرا بزاف اخويا Bum 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 yeah. Quiero ver que te ponga, me aprendí a una bonga. Dale movimiento a esa conga, los millones los saco. No.